جيت باش ندوز واحد الرساله للمسؤولين ديال القطاع السياحه ومن لا سي ان اس اس وصندوق دعم كوفيد، لان كاين واحد الفئه كتعاني، واحد الفئه عندها اشكاليه ديال الدعم، لان عانات وتحسبات على واحد القطاع اللي كيشتغل الان اللي هو المقاهي وصالونات لي صالون دو تي كيف كيقولوا، والمطاعم. وهاد المطاعم ما كيشتغلوش كلهم، المطاعم اغلبيتهم خاصه المطاعم اللي في الفنادق. اذا واحد كتحسبوا على مطعم هو المطعم مغلق، اذا ما كيستافد لا من دعم، ما مستافدوش اصلا لا من دعم كوفيد لا من دعم لاسينيسيس لا من دعم المهيكل ولا غير المهيكل. والان كاين هذا الدعم ديال اللي بدا في جويي اوت وغيمشي حتى لديسمبر، حتى هما ما محسوبينش فيه. باترونا كتختار واحد العينه معينه اللي غادا ديكلاريها، مع الاسف تعطات يعني الاختيار للباترونا هي اللي تختار. هاد الفئه مهمله ما غاداش ديكلارا في هاد الربع شهور ولا خمسه اللي جايه. خاص المسؤولين على قطاع السياحه وصندوق الضمان الاجتماعي يتدخلوا، لنا كاين بعض المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي اللي كانوا كيساهموا مده 10 سنين 15 عام وما استافدوش. كاين واحد الفئه اللي الان تسجلات في يناير وفبراير، يناير وفبراير 2020 وكتستافد دابا من الدعم، استافدت من الدعم من شهر 3 حتى الان ومازال غتستافد. وواحد عنده 10 سنين 15 عام كان خدام والو، ما عندوش مدخول، الان عنده مشاكل، كيعانيو من الاشكاليه ديال الفواتير ديال المواد وما تيتخلصوش، الكلام ما مخلص، ناس كتعاني. كاين نساء اللي هزين اسر، كاين رجال اللي كيهزين والديهم والاسره ديالهم، وعرفتوا هاد المدخول هذا، لانه حنا انا قريب منهم، وكاين اتصالات كثيره من هاد الناس كيعانيو معاناه كبيره، وخاصه في مدينه مراكش. الناس كانوا متعودين واحد المستوى ديال الحياه، الان كاين انهيار، ما كاينش حتى ضعف المستوى ولا نزول المستوى، كاين انهيار تام في 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 في, في, في الغوفوني ديالو اليومي، ما كاينش مدخول. هي والناس الكوتيزاسيون والمساعدات والتكافل ديجا 7 شهور بزاف، الله يجزيكم بخير. اللي عنده شي تدخل بعيدا على الحسابات السياسيه لازم خصنا ندخلو ونلقاو حل لهاد الناس هادو، لانه كيعانيو في صمت.